العليا الإسرائيلية تنظر في التماس تحالف كحولفان لاستبدال رئيس الكنيسة يولي إدلشتين. وبعد أيام قليلة من تسليم عامر الفخوري للولايات المتحدة مقتل ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي. ودول العالم تجند اقتصادها لمحاربة كوفيد-19. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نشرة الأخبار من i24 نيوز. هدد رئيس الكنيسة الإسرائيلي يودي إدلشتين أنه إذا تم عزله من منصبه رئيسا للكنيسة فإن ذلك سيؤدي إلى انتخابات برلمانية رابعة. وبحسب إدلشتين فإن استبداله في هذه المرحلة التي لم يتم فيها بعد تشكيل حكومة يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس من المعارضة في الكنيسة، أي من حزب لن ينضم إطلاقا إلى الائتلاف الحكومي. يذكر أن تحالف كحولفان بزعامة بني غانتس يسعى إلى استبدال رئيس الكنيسة إدلشتين واستبداله بنائب من صفوف التحالف بهدف الدفع بمشاريع قوانين أبرزها منع نتنياهو من تشكيل حكومة قادمة. ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في التماسات تقدم بها كل من تحالف كحولفان وحركة جودة الحكم يطالبون من خلالها برغام إدلشتين على عقد جلسة عامة للكنيسة للتصويت على استبداله وإنشاء لجنة برلمانية لشؤون الكنيسة على الفور، وذلك في الجلسة العامة للكنيسة مجددا كما كان في الأسبوع الماضي. هي لهنا كي تعطي المحكمة العليا توقيعها أيضا. يبدو واضحا لكل مواطن في إسرائيل أن عمل الكنيسة أمر حيوي للديمقراطية وحيوي لمواجهة فيروس كورونا. أمام هذه السلوكيات من المهم جدا أن يعود الكنيسة لمزاولة أعماله، ومهم جدا أن تقول المحكمة العليا كلمتها في هذا الشأن. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو المختص في الشأن الإسرائيلي سيد شكيب شنان. أهلا وسهلا بك سيد شكيب. سيد شكيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي ودائرته من حزب الليكود ومن بينهم رئيس الكنيسة يولي إدلشتين تحدثوا مرارا أنهم مستعدون لحكومة وحدة، لكن خصومهم يتهمونهم بأنهم متشبثون بالسلطة ويجمدون كل مؤسساتها من بينها الكنيسة المجمد من قبل يولي إدلشتين. بالحقيقة في الساعة الأخيرة، يعني طبيعي بعد إعداد النشرة، كان هناك توقيع على مستند جديد وقع عليه كل التحالف، كل كتلة اليمين الإسرائيلي 58 نائب في البرلمان يلتزمون أنه في حالة الإطاحة بيولي إدلشتين سيتم الذهاب إلى انتخابات رابعة ولن تكون هنالك حكومة وحدة وطنية. التزموا بذلك بشكل واضح وأضافوا عدة بنود إضافية، منها أنه في حالة سن قوانين تمنع السيد نتنياهو من البقاء على سدة الحكم، في هذه الحالة سيمتنعوا عن الذهاب إلى الانتخابات، حتى سيقاطعون يعني المعسكر اليمين سيقاطع الانتخابات بشكل كامل، وهذا تصعيد كبير في المغازلة أو اللعبة السياسية التي تدور رحاها هذه اللحظات في دولة إسرائيل. الحقيقة أن الموضوع يكمن في جيبة إنسان واحد فقط هو بيني غانتس. نتنياهو لا يملك أي قدرة على إقامة حكومة ضيقة. بيني غانتس لديه هذه الفرصة لكنه لم يستطع أن يأتي بكل مؤيديه 61 للتصويت حول إقامة حكومة ضيقة، مما جعل إقامة حكومة ضيقة للقائدين غير واردة في الحسبان. ويبقى أمام غانتس إحدى ثلاث: الأولى لا ليسأل نفسه لماذا علي أن أتخلى عن 61 القاعدة التي قامت عليها، وإذا قمت بالتخلي عنها وهذا الانتقال إلى دائرة الحيرة الثانية التي يمر بها، إذا تخليت عنها ونتنياهو لم قام في تنفيذ فكرة التناوب لا توجد هناك مشكلة. أما المشكلة الأصعب في دائرة الحيرة الثالثة أنه إذا أنا تخليت عن 61 مؤيديني
وفي نهاية المطاف لم يقم نتنياهو باحترام اتفاقية التناوب. في هذه الحالة أنا أخرج خاسرا على كل الجبهات. شكيب بشكل عام، وأيضا كل هذا يأتي أيضا تحت وطأة انتشار فيروس كورونا. يعني قلت لي هو يا إما تصعيد يا إما توجه انتخابات رابعة، وربما الليكود سوف واليمين قد يقاتل انتخابات. طب هل إسرائيل مستعدة لكل هذه الأمور في ظل يعني أمس الحاجة لوحدة أو حكومة وحدة لمواجهة فيروس كورونا؟ توقع الشخصي أن هنالك هذه ضغوط كبيرة، لا يمكن أن نعرف في هذه المرحلة إلى أين ستدلي. ممكن أنه في نهاية المطاف تؤدي لحكومة وحدة وطنية، ولكن أنا أستبعد ذلك لأنه لا يمكن. أنا لا أرى غانس يتخلى عن شراكته مع على الأقل كحول لبان. يعني اترك الشراكة مع إيفيت ليبرمان ومع عمير بيرث ومع القائمة العربية المشتركة، التخلي عن الشراكة في داخل كحول لبان بالنسبة له هي ليست بأكثر من عملية إجهاض لا يمكن احتمالها. نعم السيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. كشف النقاب من مصادر فلسطينية في رفح جنوبي غزة أن نجل شقيقة قائد حماس في غزة يحيى سنوار انضم إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش. وبحسب المصادر فإن مصعب مطاوع وهو ناشط في وحدة الكوماندوز البحري لكتائب القسام تسلل إلى سيناء برفقة عدد من الناشطين المحسوبين فكريا على داعش، واخترقوا الجدار الأمني الجديد الذي ينشأ على الحدود المشتركة مع مصر. إلى سوريا التي ينتزج فيها الاستعداد لفيروس كورونا مع التطورات السياسية ومن بينها مجريات الاتفاق الروسي التركي لتسيير الدوريات المشتركة في طريق M4 الدولية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين للوقوف على آخر التطورات في هذا الصدد. يبدو أن صمت المدافع في إدلب السورية لم يمنع فيروس كورونا من عبور الحدود وإصابة عدد من السوريين في قرية أطمة الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة والواقعة على الحدود التركية السورية بريف إدلب الشمالي، ما حدا بمنظمة الإغاثة عقد محاضرات توعوية للنازحين خوفا من تفشي المرض. حكينا عن الفيروس، عن المرض، وعن طرق انتشاره، وعن الخطوات اللي لازم نساويها من هلا مشان نخفف او نتلافى العدوى بهذا المرض. ولا يزال طريق حلب اللاذقية المعروف بإنفور الدولي يشكل عائقا أمام تطبيق اتفاق بوتين أردوغان، حيث سيرت القوات التركية دورياتها اليوم بمفردها من دون السماح للقوات الروسية بالمشاركة حسب الاتفاق. اتفاق عارضت على تطبيقه مجموعات مسلحة تسيطر على المنطقة. وعلى الجهة الأخرى بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد الأوضاع في إدلب والعوائق أمام تطبيق الاتفاق الروسي التركي وسبل تفعيل اللجنة الدستورية السورية والعملية السياسية. وفي الجنوب السوري ولأول مرة منذ اندلاع الحرب أطلقت الحكومة سراح عنصر مما يعرف بشيوخ الكرامة في محافظة السويداء مقابل إفراجهم عن 5 عناصر من الجيش السوري تم اختطافهم قبل أيام في المحافظة. يأتي ذلك فيما لا تزال محافظة درعا تشهد العديد من حوادث الاغتيالات والقتل والخطف وسط تكتم إعلامي. قتل مسؤول أمني سابق في جيش لبنان الجنوبي برصاص مجهولين اليوم. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن مجهولان أقدم صباح اليوم على إطلاق النار من مسدس حربي على أنطوان الحايك أثناء تواجده في محل يملكه في قريته الميومية. تأتي الحادثة بعد أيام من إفراج السلطات عن قيادي في المجموعة ذاتها أي عامر الفخوري ومغادرته إلى الولايات المتحدة بطريقة مثيرة للجدل كانت قد أثارت سخطا في الشارع اللبناني. أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن القوات التركية حيدت بعملية مدعومة بغطاء جوي 5 عناصر من الحزب في منطقة هاكورك شمالي العراق. يذكر أن القوات التركية تنشط منذ فترة في تنفيذ عملية عسكرية كهذه شمالي العراق وسوريا.
نبقى في العراق، حيث أفضى اجتماع للقوى السياسية إلى التأكيد على موقفها الأول والرافض لتكليف عدنان الزرفي، إلى جانب الاتفاق على طرح أسماء بديلة عنه لتقديمها لرئيس الجمهورية على اعتبار تمسكها بحق ترشحه ضمن إطار الكتلة الكبرى في البرلمان. ويبحث في العراق الخروج من أزمة تشكيل الحكومة التي تدخل شهرها الرابع على التوالي منذ استقالة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. وينضم إلي عبر خدمة سكايب من برلين علي القيسي، وهو رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية والإيرانية. سيد علي، عندما ترفض الكتل الكبرى من بينها دولة القانون والفتح وصادقون والسند الوطني وكل هذه الكتل تكليف الزرفي، ألا يعيدنا هذا إلى المربع الأول وهناك احتمال وارد وكبير بفشله في تشكيل حكومة؟ سيد الكريم، بالعكس، هذا يضع الأمور في الصدارة. منذ فترة حاولوا أن يوهمون الناس بأن إيران لا تقوم بتعيين رؤساء، بل الرئاسات الثلاثة في العراق، لكن الآن ثبت أن إيران هي المعنية بتنصيب رئيس حكومة للعراق، رغم أن الشارع العراقي صرخ بأعلى صوته ضد الوجود والتدخل الإيراني. ونحن هنا أمام خيارين، أما الرضوخ للاحتلال الإيراني بما جرى على البلاد والعباد من كوارث ليس على العراق فقط بل على المنطقة وحتى على الشعوب الإيرانية، أو تدخل دولي والذهاب إلى مجلس الأمن لوضع العراق تحت الفصل السابع، وهذا هو الحل الأفضل. ونحن نعتقد لحد الآن بأن المرشح عدنان الزرفي أو غيره إذا وقف وقال بصوت قوي وواضح للعالم بأنني أريد استقلالية العراق وأريد سيادة العراق ولا أريد التدخل الإيراني، سوف ينجح ويجد الشعب العراقي من كل مكوناته خلفه. أما الجهات التي تسمى أحزاب أو كتل أو ميليشيات، فالتظاهرات الأخيرة والانتخابات الأخيرة حتى في نهاية العام 2018 أثبتت بأنهم لا يمثلون أي مكون من مكونات الشعب العراقي ولا يمثلون إلا أنفسهم. طيب سيد علي، إن كنت ما زلت تسمعني، حتى الآن وكما تعلم الشارع العراقي يطالب برئيس حكومة مستقل، إلى ذلك حتى أن المرجعية الشيعية في النجف والتي كان هناك محافظها كان عدنان الزرفي، كل هذه القوى وكل هذه الأوساط ما تزال متمسكة برئيس وزراء مستقل بعيدا عن الكتل والأحزاب السياسية، هذا إلى ما سيفضي وهل سوف يضعها في مواجهة مباشرة مع القوى الحليفة لإيران في العراق؟ المواجهة الآن ليس بين هذه المسميات وأتباع إيران، المواجهة بين الشعب العراقي عموما. نحن شاهدنا الشعب العراقي خرج بالملايين ضد الاحتلال والتدخل الإيراني. الآن نحن بحاجة إلى مرشح أو شخصية عراقية مستقلة تعلن وقوفها وبرنامجها ضد الاحتلال والتدخل الإيراني. لا أعتقد أن هذه الجهات المسميات الآن سواء مرجعية أو غيرها كلها مغلوبة على أمرها وتخضع لتحديد السلاح بما فيها الحكومة ورئاساتها الباقية. طب بعجالة ولندمج هذا الموضوع مع القضية أو الملف الذي يطغى على كل الملفات الدولية ألا وهو فيروس كورونا وكوفيد 19، الآن هذه المشاكل المتتابعة السياسية وعدم تشكيل حكومة، هذا سوف يصعب مواجهة العراق للفيروس، أليس كذلك؟ المشكلة أن العراق يعاني من عملية انهيار في منظومة الصحة والعلاج الصحي منذ 2003. الآن ما يجري في العراق كارثة والحكومة تتستر عليها تستر يعني سيء جدا، لأنه الأعداد الموجودة في العراق تصل إلى 10 أو 15 ضعف من الأعداد المعلنة، ثم أن هناك المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات لأنه يجدون نفسهم أمام مستشفيات مدمرة ومحطمة. والكارثة الأكبر أن لا زالت الحدود مفتوحة مع إيران، وإيران تمثل المصدر الأساسي لتصدير كورونا إلى الشرق الأوسط. وصلت الفكرة. سيد علي القيسي، كنت معي عبر خدمة سكايب من برلين، وأنت رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية في العراق، شكرا جزيلا لك.
أعلن الجيش الياباني التابع للحكومة الشرعية أسر 20 عنصرا من جماعة أنصار الحوثية خلال إحباط محاولة تقدم في محافظة مأرب غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش في ميمنة جبهة صرواح غرب مأرب، إلى أن القوات كانت لها بالمرصاد حيث اشتبكت معها وتمكنت من القبض على 20 من العناصر المتسللة. اليمن المثقل بالحرب لا ينقصه فيروس كورونا، لا سيما وان انظمته الحكوميه والصحيه متهالكه. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الامر واستعدادات اليمن لمواجهه فيروس كوفيد 19. عصفت به حرب ممتدة منذ أكثر من 7 سنوات وأحلت به أزمة إنسانية هي الأسوأ في القرن 21. اليمن متسللا إليه مؤخرا فيروس كورونا لا يأبه ولا يفرق بين الأطراف المتنازعة، ليبدأ اليمن بالسير على خطى باقي الدول موحدا شقي النزاع لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، ما جعل السلطة المحلية بمحافظة عدن تدرس إمكانية تخصيص جزيرتي العمال والنهدين لتصبح محجرين صحيين، إذ كانت كذلك في عشرينيات القرن الماضي. وقد بدأت تنتشر حالة الهلع بين اليمنيين خشية تفشيه بينهم، ما جعل الأسواق تعج بالحركة لشراء المؤن قبل غلق بعض الأسواق، بالوقت الذي يعاني بلدهم من تدهور في القطاع الصحي. ما تقوم به أمانة العاصمة من رش وتعقيم للشوارع هذا خطوة جيدة، ونحن نطالب بالمزيد من الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد هذا الوباء الذي يفتك بالعالم بالكامل. بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية يبدو أن كورونا لن تقف عائقا أمام القصف الصاروخي والمدفعي، حيث قصفت قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية برئاسة عبد رب منصور هادي الحديدة، بالإضافة لشن الطيران السعودي 27 غارة على مدن في محافظة الجوف، ما خلف خسائر في صفوف الحوثيين. أما قوات أنصار الله الحوثي فقد واصلت استهدافها لقرى سكنية ومزارع لمواطنين بقذائف الهاون بمنطقة التحيتة بجنوب اليمن. أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية مقتل مدني وإصابة 2 من جنوده نتيجة سقوط قذائف أطلقتها قوات لواء خليفة حفتر على منزلهم جنوبي العاصمة طرابلس. وكان المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري صرح أمس أن حفتر يبدي ترحيبه بدعوة الأمم المتحدة ودول غربية وعربية إلى هدنة إنسانية في ليبيا للتركيز على جهود مكافحة كورونا. ورسميا لم يعلن في ليبيا حتى مساء أمس عن تسجيل أي إصابة بالفيروس أو حتى حالات اشتباه. أدى زلزال ضرب العاصمة الكرواتية زغرب إلى مقتل فتى في 15 من العمر كما ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية هنا. وكان زلزال بقوة 5.3 درجات قد ضرب زغرب صباح اليوم متسببا بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع. وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز زلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى الشمال من العاصمة، وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات الأرضية. تنتخب جمهورية أبخازيا الانفصالية الجورجية الموالية لروسيا رئيسا لها بعد تظاهرات للمعارضة أدت إلى إلغاء نتائج انتخابات سابقة. وألغت المحكمة العليا الأبخازية في كانون 2 يناير نتائج الانتخابات التي جرت في أيلول سبتمبر الرئاسية والتي فاز بها راؤول خديجينبا، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة. وبذلك لبت المحكمة العليا مطلب أحد أبرز المعارضين والمرشح الخاسر في الانتخابات الخاص كيفستينيا الذي طعن بنتائج الاستحقاق الأخير. وإلى أخبار الاقتصاد. يواصل فيروس كوفيد 19 إخضاع كبرى الشركات والاقتصادات لرحمته، بحيث اضطرت الكثير من المرافق الاقتصادية لإغلاق أبوابها مخلفة آثارا جمة على الاقتصاد العالمي. الفيروس التاجي كورونا يتوج قدراته في شل الاقتصاد العالمي، وخصيصا الدول التي تفاخرت بعظمة اقتصادها وقدرتها التكنولوجية والعسكرية لتترنح أسهمها بحمرتها في سوق المال العالمي،
وتلغي أحداثا اقتصادية ورياضية وفنية. فبعد أن تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة اقتصاد بلاده، نجد آلاف الأمريكيين وقد دفعهم فيروس كورونا إلى صفوف البطالة لتنخفض نسبة القوى العاملة إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في العام الماضي. حسناً، لن أقول أن الاقتصاد مزدهر عندما تقرر إغلاق فنادقك وأعمالك. لا يوجد ما يمكنني قوله، ولكن هل هذا يضر بي؟ نعم، هذا يؤلمني، إنه يؤذي الجميع. أعني هناك القليل جدا من الأعمال التجارية التي تعمل جيدا الآن، ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في كثير من دول العالم. فمعظم المرافق الاقتصادية أقفلت أبوابها إلى أجل غير مسمى، وهناك شركات قاب قوسين أو أدنى من إعلان إفلاسها. شركة بوينغ 737 التي تمتلك مصنعاً لها في الصين ترزح تحت رحمته الآن. فالشركة أمام سيناريو التأميم من أجل إنقاذها بعد الخسارة التي منيت بها بسبب وقف الرحلات الجوية إلى معظم دول العالم. وبعد أن كان سعر سهمها يبلغ قرابة $400، تهاوى ليصل اليوم إلى قرابة $95 في أسوأ مرحلة له، بانتظار قرار الساسة لتشكيل استراتيجية إنقاذ حكومي. فيما رجح مسؤول بصندوق النقد الدولي أن يتأثر الاقتصاد العالمي بشدة من وباء كورونا، إلا أنه أكد أن الوباء جاء بعد فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة، ما سيجعل الاقتصاد يمتص الصدمة الحالية. وبالحديث عن شركات طيران، أعلنت مجموعة طيران الإمارات أنها ستعلق كافة رحلات الركاب بحلول 25 من آذار مارس للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب البيان، فقد كانت عملية مجموعة الإمارات تسير على ما يرام من حيث تحقيق الأهداف المالية المحددة حتى كانون 2 يناير 2020، لكن كوفيد-19 أوقف كل ذلك فجأة وبصورة مؤلمة على مدى الأسابيع الستة الماضية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن أن خطط إنقاذ طارئة تعدها الإدارة الأمريكية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد-19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة $4 تريليون. وقال مينوتشن أن الخطة تتضمن حزمة مهمة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفيدرالي. وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد، إذ تم إغلاق مشاريع تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها. وإلى أخبار الرياضة. توافد عشرات الآلاف من اليابانيين لرؤية الشعلة الأولمبية التي نصبت في شمال شرق اليابان خلال نهاية الأسبوع، على الرغم من القلق المتعلق بتفشي وباء كورونا. ووصلت الشعلة إلى اليابان الجمعة، حيث لقيت استقبالا خجولا وسط الشكوك بإقامة دورة الألعاب في موعدها، على الرغم من تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن اتخاذ القرار بتأجيلها سابق لأوانه حاليا. وأدى تفشي وباء كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم إلى بلبلة في الرزنامة الرياضية الدولية، حيث تأجلت بطولات كبرى. عرض نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على المتاجر الاستهلاكية الاستعانة بمراقبي ملعبه لمساعدتها في ضبط حركة مرتديها خلال هذه الفترة. يأتي ذلك نظرا للإقبال الكثيف على التموّن خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن معاناة العاملين في المتاجر الاستهلاكية في بريطانيا ومواجهتهم مشاكل مع التدفق الكبير للمستهلكين المقبلين على شراء المواد الغذائية. توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورينزو سانز عن عمر ناهز 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد بحسب ما ذكر نجله. ورأس سانز المالك السابق لنادي ملقا ريال مدريد بين أعوام 95 و2000 في ولايته، أحرز لقب دوري أبطال أوروبا عامي 98 و2000. انتشار فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يسبب إلغاء الألعاب الأولمبية في طوكيو، ما بإمكانها أن يحرم لاعبة التنس الطاولة السورية هند ضاضا من المشاركة في هذه الألعاب، وهي من أصغر اللاعبات على مستوى العالم.
بعد أن تغلبت على الصعاب وتأهلت لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من الممكن أن لا تحظى لاعبة تنس الطاولة السورية هنضاضة على الفرصة للمنافسة في الألعاب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم. ما توفقت بهي البطولة سنة 2024، بإذن الله رح أسعى طوكيو. هي السنة بإذن الله توفقت بفيروس كورونا، رح أسكن هون بحماة مع أخوي والكابتن أدهم جمعان، وفي عندي كثير لعيبة. مع تعليق الدول في مختلف أنحاء العالم، رحلات الطيران وحظر التجمعات، لم يعد بإمكان هند السفر إلى معسكرات تنس الطاولة الدولية للحصول على الاحتكاك اللازم، بما في ذلك معسكر في كرواتيا. نحن بنتأمل يكون الإعداد أكبر، يعني اللي بده يوصل لبطولة أولمبية بده يكون أكبر من هيك بكتير. نحن بينقصنا دائما الاحتكاك، يعني هي المفروض تكون تشارك أكثر من 12 ل13 مشاركة بالسنة. نحن عم يتأملنا حاليا أو الفترة الماضية بسبب الحرب وبسبب الظروف، يعني كانت بين 2 و3 سفرات خلال السنة. في الوقت الذي توقفت فيه معظم الأنشطة الرياضية العالمية بسبب وباء كورونا، لا تزال اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في موعدها خلال الفترة من 24 من يوليو تموز حتى 9 من أغسطس آب، رغم تزايد المعارضة لهذا الاتجاه. وفي خبر عاجل ورد قبل قليل، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها أدخلت نفسها حجرا صحيا لمخالطتها مصابين بالكورونا. نهاية النشرة، إلى اللقاء. We'll be right back.